رغم حملات الإبادة الممنهجة اللي تعرضوا لها بعد استيطان الأوروبيين في مناطقهم وتعمدهم لنشر أوبئة كثيرة بينهم مثل الجدري والحصبة والطاعون والكوليرا وغيرها من الأمراض اللي قضت على أكثر من 90% منهم. رغم كل هذا الظلم نجح الهنود الحمر أو سكان الأمريكيتين الأصليين في الحفاظ على جزء مهم من تراثهم المعنوي وإيصاله لعالمنا المعاصر بفضل ما كانوا يستخدمونه من طرق لتوريث قيمهم جيل بعد جيل، وهو اللي يعتبر درس إنساني خالص مفاده أن للتراث مفعول السلاح لما يتعلق الموضوع بصمود الشعوب والصراع من أجل البقاء. فإن تطلب اللؤلؤ عليك بالغوص في عمق البحر، فما على الشاطئ غير الزبد.